فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث في النهي عن مشابهة الأمم ولا سيما في التنازع والاختلاف. قال: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤكد الشيخ رحمه الله في سياق هذا الكلام أنه سيقع التشبه من هذه الأمة بمن سبقها من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى والأعاجم، وذلك للأحاديث الصحيحة المتوافرة المتضافرة في إثبات ذلك. ومن أدق هذه الأحاديث هذان الحديثان: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه بمن كان قبلنا ويأخذ طريقها في كل شيء حتى في الأمور التافهة. ومعلوم أن أعسر الجحور وأضيقها جحر الضب كما هو معلوم، لكن لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجحر لو وجد في هذه الأمم من يدخله تقليدا لها وتشبها بها. وكذلك في الحديث الذي بعده أن هذه الأمة في هذا الحديث أن هذه الأمة تأخذ طريق اليهود والنصارى، نعم، وفي الحديث الذي بعده أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس والروم. وفارس هي الأمة المعروفة التي تقع في الشرق، والروم هي الأمة التي تقع في غرب الأرض، وهما أعظم دولتين في وقتهما قبل الإسلام. فيوجد من هذه الأمة بعد الإسلام الذي من الله به على البشرية ورفع المؤمنين فوق غيرهم من الأمم، يوجد في هذه الأمة من ينسى هذا الفضل ويتراجع إلى أن يقلد الأمم السافلة. الفرس يعبدون النار، والروم أيضا هم أمة كافرة وأغلبهم نصارى يعبدون الصليب، فيوجد في هذه الأمة من يقلدهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني منهم المقل ومنهم المستكثر. فهذا كله خبر معناه النهي والتحذير. فلا نقول إن هذا شيء مقدر ولا بد أن يقع ونستسلم، بل علينا أن نبعد وأن نحذر من التشبه بهؤلاء وأن نحذر الناس من ذلك.